تعلم طريقة استخدام أدوات التداول الاحترافية لتعزيز تداولاتك. تجمع أدوات التداول بين البيانات الفنية والأساسية ومعنويات الأسواق بمساعدة الذكاء الاصطناعي وتحليل خبراء الأسواق المالية، مما يوفر فرص تداول قابلة للتنفيذ من قبل جميع المتداولين بمختلف مستويات الخبرة. استخدم أدوات التداول التي توفرها شركة إكويتي لاكتشاف الفرص بشكل أسرع وتوفير الوقت في تحليل السوق وتنويع محفظتك بتداول المنتجات الرائجة. يمكنك الاستفادة من هذه الأدوات واستخدامها مجاناً عبر حساب التداول الخاص بك. سجل الدخول إلى حسابك عبر بوابة العملاء باستخدام بريدك الإلكتروني وكلمة المرور الخاصة ببوابة العميل. اضغط على تحليل من الشريط الجانبي لعرض قائمة الأدوات. اختر Signal Center. كما يمكنك أيضاً الذهاب إلى القائمة المضغوطة إذا كنت تستخدم الهاتف المحمول. اضغط على تحليل. اختر Signal Center من القائمة المنسدلة. يوفر مركز Signal Center ما يصل إلى 40 فرصة تداول يومية والتي يتم تحديثها باستمرار وبما يتوافق مع مواعيد جلسات التداول في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وآسيا. اضغط على فرصة تداول للحصول على مزيد من التفاصيل مثل نقاط الدخول وأوامر إيقاف الخسارة وجني الأرباح. اختر أصول الأسواق. أداة أصول الأسواق عبارة عن لوحة معلومات تحتوي على تحليل الخبراء مدموجاً مع تحليل الذكاء الاصطناعي لجميع الأصول المتاحة. اضغط على منتج ما أو ابحث عن منتج معين لاستعراض مستوى الفرصة والتحاليل حول اتجاه السعر وتقلباته ومعنويات الأسواق وحجم التداول لهذا المنتج. اضغط على أخبار السوق لتصفح آخر الأخبار المالية. اضغط على العنوان لقراءة المقال كاملاً. اختر مفكرة السوق لمعرفة مواعيد الإعلانات والأحداث المهمة. يحتوي تقويم الشركة على معلومات حول تقرير الأرباح ومدفوعات الأرباح والاكتتابات العامة الأولية. تصفح كل الأخبار في الصفحة. اضغط على أحد العناوين لمعرفة المزيد عن الشركة والتوجهات والأخبار ذات الصلة بهذه الشركة. اضغط على تبويب اقتصادي لفتح التقويم الاقتصادي. يعرض التقويم الاقتصادي تواريخ وتفاصيل إصدارات البيانات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر مديري المشتريات. اختر حدث أو خبر معين لعرض المعلومات والأخبار المؤثرة على هذا الحدث. اختر مقر الأبحاث. يتتبع مقر الأبحاث معنويات الأسواق وتحليلاتها باستخدام الذكاء الاصطناعي. انقر على المنتج المالي لعرض معنويات السوق وتقلباتها وإيجاد فرص التداول لهذا المنتج. بعد أن تقرر الصفقات التي ترغب في تنفيذها، سجل الدخول إلى منصة MetaTrader 5 لتتداول. تذكر أن الأسواق كثيرة الحركة وأن التداول ينطوي على مخاطر.